البرنامج الإثرائي الأكاديمي من أجمل البرامج اللي التحقت بها هذا العام. التحقت بوحدة تشريح وظائف الأعضاء، ساعدنا في ذلك توفر البيئة التعليمية المناسبة والمصادر ذات الجودة العالية. البرنامج كان متنوع، فتح لنا مجالات نقدر نسأل ونخوض التجارب فيها. أنا طالبة موهبة من الصف السادس ابتدائي، اختبرت اختبار مقياس للقدرات العقلية، والحمد لله اجتزت الاختبار وشاركت في العديد من البرامج، منها ببراس أو أولمبياد الرياضيات والعلوم، ومعارض مثل غراس اليوم حصاد المستقبل الذي كان برعاية وحدة الموهوبات، وأيضا التحقت به في الصف الثالث متوسط. برامج موهبة كان لها وقع كبير علي، من خلال البرامج اكتسبت خبرات، اكتسبت معارف ساعدتني في تحديد ميولي. البرنامج ساعدني في معرفة كتابة البحث العلمي وإيجاد المصادر، وبإذن الله أطمح للمشاركة في أولمبياد إبداع 2023. رسالتي لكل الزملاء، اتخاذك الخطوة الأولى باختبار مقياس موهبة للقدرات العقلية يفتح لك الكثير من المجالات للمشاركة فيها، اللي من خلالها تقدر تحدد ميولك وتوسع مداركك وتكتشف شغفك. أشكر موهبة لإقامتها هذا البرنامج الذي من خلاله تمكننا من مشاركة وتبادل الخبرات، وأشكر أيضا الدكتورات القائمين على البرامج، وفي وحدة التشريح وظائف الأعضاء أشكر الدكتورة أمل ربيعة والدكتورة نوف الرئيس والدكتورة إسلام والدكتورة غنية والأستاذة نوف الطوير. موهبة حيث تنتمي.